هل تدركون حقاً أهمية صوتكم في الانتخابات؟ الانتخابات ليست مجرد عملية روتينية، بل هي فرصة حقيقية للتغيير والتأثير في مستقبل بلادكم. أم أن الأمر لا يزال غامضاً؟ هل تشعرون بأن أصواتكم تسمع وتحترم؟ دعونا نلقي نظراً فاحصة على بعض نتائج الانتخابات الأخيرة التي قد تفاجئكم. هذه النتائج قد تثير العديد من التساؤلات حول مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. في مصر، أعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة ساحقة بلغت 98.6% من الأصوات. هذه النسبة العالية تثير تساؤلات حول مدى تنوع الآراء السياسية في البلاد. هذا يعني أن الجميع تقريباً يقولون: نعم، نريد المزيد من نفس النهج. الآن لننتقل إلى الجزائر. هل يمكن أن تكون هذه النسب تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب؟ الرئيس عبد المجيد تبون أعلن فوزه في البداية بنسبة مذهلة بلغت 84.6%، ليتم تعديلها لاحقاً إلى 84.85%. حتى بعد التعديل، لا تزال النسبة مرتفعة جداً. لا تزال النسبة عالية جداً برأيي. هل تعكس هذه النسبة رضا الشعب عن الأداء الحكومي؟ ولا داعي للحديث عن سوريا. الوضع هناك معقد للغاية. فقد حصل الرئيس بشار الأسد على 95.1% من الأصوات. هذه النسبة تثير العديد من التساؤلات حول مدى نزاهة الانتخابات. نعم، لقد سمعتم جيداً. 95.1%. هل يمكن أن تكون هذه النسبة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب؟ وأخيراً، في بلد لن نذكر اسمه، انتخب زعيم يعرف فقط باسم كاسس بنسبة 90.6% من الأصوات. هذه النسبة تثير العديد من التساؤلات حول مدى تنوع الآراء السياسية في البلاد. Break time on FIMES. هل تثير هذه الأرقام شعوراً بالغرابة لدى أي شخص آخر؟ إذن، ما القصة؟ هل تعكس هذه النتائج إرادة الشعب الحقيقية؟ هل تعكس هذه النتائج حقاً إرادة الشعب؟ أم أنها تعكس مشاكل أعمق في الأنظمة الديمقراطية في هذه البلدان؟ أم أنها تشير إلى مشاكل أعمق في هذه الأنظمة الديمقراطية؟ هل هناك تدخلات تؤثر على نزاهة الانتخابات؟ دعونا لا ننسى أن الانتخابات النزيهة هي العمود الفقري لأي ديمقراطية. بدون نزاهة وشفافية، تفقد الانتخابات معناها الحقيقي. عندما تكون الأرقام منحازة بهذا الشكل، فمن الجدير طرح بعض الأسئلة الصعبة. هل تعكس هذه الأرقام إرادة الشعب الحقيقية؟ ماذا تعني هذه النتائج للمشهد السياسي المستقبلي في العالم العربي؟ هل سنشهد تغييرات حقيقية، أم أن الأمور ستبقى على حالها؟ هل نشهد تعبيراً حقيقياً عن صوت الناخبين، أم أن هناك شيئاً آخر يحدث؟ هل هناك تدخلات تؤثر على نزاهة الانتخابات؟ سنترك لكم التفكير في هذه الأرقام وتداعياتها. شكراً لمشاهدتكم. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا التحليل. لا تنسوا مشاركة أفكاركم في التعليقات أدناه. نود أن نسمع آرائكم وتجاربكم. إلى اللقاء في المرة القادمة. نراكم قريباً في تحليل جديد.